ملفين قريبا لدي واحد شهرين ورحت تركي جاهزة ورحت الشهر جاهزة يقول لكم موسيقى باش نزل حتى الأوروبا طب راكشي واش موسيقى كلاما إذن أوكي كلمه بسيستم دي أفضل ما تتيره كل شيء موجود إذن حنا قد قرار صائب اليوم اللي غادي نفتح هذا القرار وغادي إن شاء الله نشرها مشروع واليوم دوزنا الدورة استثنائية في شهر يوليوز دورة استثنائية للمجلس الجماعي اللي هي كانت دورة فريدة. هذه الدورة اللي بدات قبل من الدورة كانت تحضيرات كبيرة في اللجان لها اللي خدات الحيز الكافي باش تكون المناقشة تاع جميع النقاط اللي هما كانوا خمسة. كانت النقطة الأولى بالمحطة الطرقية كي هي تعديل كناش التحملات لشركات التنمية، وكانت النقطة الثانية هو المساهمة تاعت المدينة مراكش باش تزاد حصة في كناش التحملات ودخل مجلس العمالة كذلك. وكانت النقطة الثالثة اللي هي إضافة عضو من أعضاء المجلس الجماعي كعضو في تزبير تاع هذه الشركة التنمية المحلية. والنقطة الرابعة اللي كانت هي تاعت مراكش البيجة تاع تعديل كناش التحملات مراكش البيجة. والنقطة الخامسة كانت تهم الميزانية. هاد النقط كلهم اللي هما جاوا في دورة استثنائية لأنه فيهم واحد تنقولوا واحد الخاصية، بعد ما كانوا مشاو دازوا في دورات سابقة رجعوا الآن بعد الإصلاحات، بحيث أن ديال المحطة الطرقية قبل كنا تنشتغلوا مع كان دفتر تحملات فيه شركة اس ان تي ال اللي هي شركة النقل، وهنا اتضح بانه لا اس ان تي ال ما قدرناش نلقاو معها واحد الحوار اللي تكون اللي احنا كمنتخب تدافعوا فيه على مصلحه المدينه، وحتى هما عندهم هي شركه مواطنه ولكن احنا تندافعوا على مصلحه المدينه باش ما يمكن ليناش نخليو بنا نبقاو ديما هذه المحطه الطرقيه تتسير من طرف المجلس الجماعي، وعندها المجلس الجماعي حط عليها اليد ديالها باش يمكن ليه نظام مرفق عمومي ومن اختصاصات الجماعه. وكاين النقطة الثانية اللي هي انتخاب عضو اللي تم التصويت عليه، كان عضو واحد اللي هو السي عبد الصمد بوزار اللي تم التصويت عليه بالإجماع. والنقطة الرابعة ديال مراكش البيجة، هاد شركة التنمية المحلية اللي تاهي تم تعديل ديال كناش التحملات ديالها، وإن شاء الله هاد شركة التنمية المحلية ديال مراكش البيجة اللي غادي تلعب واحد الدور مهم في التنشيط ديال المدينة وفي التنشيط ديال المساحات الخضراء في مدينه مراكش. وتنشكركم مره ثانيه على الاستضافه ديالكم، على التتبع ديالكم للتطورات، وعلى الغيره ديالكم على هذه المدينه. وشكرا. ما نقدرش نقول لك التاريخ لانه دابا يلاه اليوم دوزنا شركه التنميه المحليه بغات تتبع المساطر الاداريه، ولكن اللي بغيت نقول للمراكشيين بانه المحطه الطرقيه جاهزه 100% تبقى غير المسائل الاداريه باش يمكننا نساليوها، وغادي ان شاء الله تكون في حله جديده وتكون تعطي واحد الرونق لمدينه مراكش، واحد الدفعه اقتصاديه للمنطقه كلها ولمدينه مراكش. واش تيبان لكم من السهل تفويت عقار ديال الدوله؟ هذا الانسان فيسبوك راه تيكتب اللي بغى، راه غير محاسب، ولكن حنا كمسؤولين تنجاوبوه بانه الحوايج اللي تتكون معقوله تنجاوبوا عليها، الحوايج اللي تتبان ماشي معقوله ما غنجاوبوش عليها، لان هذا غير الناس تتكلم وتتقول شي حوايج اللي قالت يقولوا الناس القدام اللي لقى راسو في الحماق ما عنده ما يدير بالعقل. شكرا.